وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، بعد نكوني في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلائكم.
محمد عليه الصلاة والسلام.
صل وسلم وبارك لي وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله وصحبه. فحين قرب وانود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترعيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور، يبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل نور، وانبذ الحكم على من انتم عليه انما من خواص الامه ان يضر عند وديهم ودانيسا لجنابي المسعود، ومشاركه الله في هذا السمات الممدود، فضر بتوفيق الله سيده مريم وسيده اسيا، وما هم من العور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات الوافيه، فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود، وبرز العامد المعمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. Kita berharap di solawat qiyam ini kita membacanya dengan serius hati kita, kita bayangkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan kita, dan mudah-mudahan solawat dan salam yang kita aturkan kepada beliau betul-betul dijawab oleh beliau, sehingga kita semuanya nantinya di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. فقف الحسن تبرد
وطن جماعة الفخر المهاب. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلاتك سلام عليك، صلى الله على محمد.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي وحبيبي يا رسول الله وسلم. صلى الله على محمد يا رسول الله، صلى الله ولقد إذا سوى صلى الله عليه وسلم بما سن أخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم سن الناس خلقا وخلقا وأول من مكارم الأخلاق سبقا
وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا ورنه فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه وسلم. له الخلق السهل والأفضل المتبع على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الشبيب وهو الشاب لهم شفيق رحيم اليتيم والأرملة ولو مع سنة أخلاق لميت القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر في ضاطرة الطرق والمنازل وبأنف ذكره إذا طيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف خصوصية فما من سم وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مدلك ننزل المجود وجمد وزم الأبي بمشانه والأولو الأبي مجد ومكانه وصويز قد أعلى مجد وقدت على نجم اسم أبي إناني وقد مسد القلم في تدوين ما بدو العلم وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه وسلم. فعسنا مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. Mengucapkan salam salawat salam salam datang Gusti Kanjeng Nabi assalatu wassalam assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بذلك يسن القدم كما يسن التكريم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وسلم وذريته وآل بيته شهر الليلة ولو من فاتحة ثم الأرواح يا أبي وأخواني من الأنبياء المرسلين الشهداء والصالحين الصحابة والتابعين والتابعين والمرسلين إلى يوم الدين والجميع الملائكة المقربين الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وثمان وعلي وأن بقيادة صفر رسول الله أجمعين صلي الأرواح يا من مدمة بلا رمضان صلي الأرواح جميع الأولياء والشريك رضينا وقريبا بريا وبارها وخصوصا إلى رسول الله إلى أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام حسن الشاذلي والإمام الباقر القدم وجميع الواجب وإلى جميع لصبيانا بكر من الشرك رضينا وغريبا بريا وبارها وإلى أرواح جميع العلماء العالمين من الشهداء والصالحين القراء والفقراء المبسطين المحدثين وإلى أرواح أولياء الدسا وصلنا وصلنا إلى أرواح جميع المؤسسين من أحضة العلماء ووصلنا إلى أرواح صلي لأرواح صاحب سنة درع الحبيب علي محمد الحبشي وصلي وبراهيم صلي لأرواح صاحب رجب الحداد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصلي وبراهيم صلي لأرواح صاحب مولد ديبايا شيخ عبد الرحمن ديبايا وصلي وبراهيم وخصوصا إلى أرواح أبو ياسر محمد بن علي بن مالك الحسن وصلي وبراهيم صلي لأرواح أبي المشهوري وإلى أرواح مجد وإلى أرواح أبي حنان وصلي إلى أرواح أبي بصر العلوي وصلي إلى أرواح أبي قمر وصولهم وفراعهم وصلي إلى أرواح الحبيب أجل بن علي بن أجل بن علي بن الحبيب أجل بن علي بن أجل وصولي وفراعهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم ومعلمنا ومعلمكم وشيخنا وشيخ وجدادنا وجدادكم وأمامنا وأمتنا وأخواننا وخالاتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين عمدا كافة وخصوصا إلى أرواح جماعة مجلس مولد وتعليم دارك سادة إنكان سامون ستولان ستويو أهلي كبريبون بنغروس جماعة بمودة بمودي مجلس مولد وتعليم دارك سادة لان ستويو أهلي كبريبون حاضرين حاضرات di majelis yang mulia ini wa ila arwah lan dikhususakan datang sedaya para donatur pondok pesantren Tori Kisada lan sedaya ahli kuburipun saking para donatur dan para donatur ingkang sampun sedaya.